السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت نوصل لكم نعت لكم لا فيديو ورانا واصلين في الريزلت. الحمد لله احنا بعد 25 يوم عليكم حدو نبدا يخرج يعني في قصبات في الرأس ما شاء الله. يعني الريزلت راح تكون اكثر من شهر، يعني حوالي شهرين هكذاك. اوليكم حتى هذا هنا اللي لتحت بسم الله ما شاء الله. نورمالمون راكم تشوفوا الى قصبات في رأسه بدأت تخرج من فوق، هذا ثاني بعد 20 يوم بالتحديد. هاوليكم بعد 20 يوم ل 25 يوم. طريقة العلاج راني نحط الفيديو مع هذا واللي قبله ونحط لكم طريقة العلاج. بالتوفيق للجميع. مالغري حطينا طريقة العلاج من قبل، مي هذه المرة الحمد لله حبيت نوصل لواحد بعض النقاط. بعد ما تواصلت مع الاخ امي مراد تقسيم فينا نبه من واحد الامور وانا ثاني حبيت ننبه من هذه الامور. الحمد لله كي هضرت معاه يعني زاد اكد لي 100% عن طريق التجارب تاعو باش ما ندخلوش حنا ثاني في حيط ما نغلطوش، بيسكي كاين امتي بروبليم على حكايه الكارتون. وبالفعل انا جربتها حكايه الكارتون، ماشي جربت الكارتون اكزاكت، يعني الطائر حطيته في الظلمة كيما نقولوا هنا. انا نعرف النتائج الوخيمه، مي حبيت ندخل في هذه التجربه ودخلت ونجحت. بصح كي اتصلت مع امي مراد يعني الحق وربي كي هضر لي بعض الكلمات يعني ما كاينش كيفاش يعني ديفي ولا تهرب ولا كاين اعراض يصراو. ما محطيت الفرخ في الغرفه ولا في الكارتون في الظلمه راح يصراو اعراض منه جاي. اول اشوف اول قادر تصرا لك يعني عفسه صغيره برك مع الطول يعني ماشي في البلاصه، الفرخ قادر يعوري ولا اعمى، هذه برك خطر كبير فما بالك الاخطار اللي راهي جايه. دونك انا مانيش حنهضر لكم واش هضرت مع المراد واش كان في الامور حتى نكملوا النتيجه ونشوفوا النتيجه وين وصلت ونمد لكم كلش بالتفصيل. بالتوفيق خوتي. بون حاجه ثانيه اللي حبيت نوصلها لكم برك، قناه سيف لتربيه الحسون خوتي في اليوتيوب كانوا زوج، واحد كاتب قناة سيف لتربية الكناري والحسون، واحد كاتب قناة سيف لتربية الطيور. انا هو دونك كاين زوج، يعني الناس تغلط يجيو يسقسيوني انا نقول لهم مانيش انا فلان، انا واحد اخر يعني ما عنديش مشكل، انا كل واحد يمشي باسمه مي باش ما تغلطش الناس. انا راني وحدي هكذا خوتي وبالتوفيق للجميع.